حنا يتامى المغاربه اليوم، حنا يتامى. هادو حكومه هوات، ما مشى حتى وزير، ما بان حتى شي مسؤول، ما بنتيش عاوتاني في هذه ديال الزلزال باش نتا حكومه. هذه راه اهانه للشعب المغربي، هذه راه واحد الالم اكثر من داك الزلزال. منين طاحوا الزلزال في تركيا شنو قال اردوغان؟ قال لهم اللي مشات له شي دار الدوله ستتكلف، وتا دابا ها المرسوم ها القانون. هاد الناس اللي مشاو لهم الديور، يلا حسي الطالب العالمي، ها التحدي. دابا تبون عزانا واخلوش ما عزاش. خوتي المغاربه مرحبا بكم في هذه الحلقه هذه الجديده في هذا اليوم العصيب والمؤلم، كل التعازي لذوي الضحايا في هذا الزلزال اللي الم بالمملكه المغربيه. كنعزيو الاسر وكنعزيو العائلات ديالهم، كنعزيو الشعب المغربي في هذه الفاجعه المؤلمه. كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام للجيش المغربي الباسل اليوم، وبشهادات استقيناها من عين المكان. الجيش في الميدان ويقدم تضحيات جسام. الجيش اليوم في الخط الأمامي في هذه الفاجعة. كل الحب وكل التقدير لكل مسؤول. كاين مسؤولين أخوتي المغاربة، كاين عامل سمعناهم عولادو طارو جا تما، كاين مسؤولين، كاين قائد، كاين عدد من الناس، كاين بعض البرلمانيين انتقلوا تما، كاين رئيس مجلس اقليمي، كاين بعضهم. كل حب لكل مسؤول اليوم تحرك فيه الحس الوطني والواجب الانساني والالهي. كل الحب وكل التقدير بلا حدود للشعب المغربي والشباب مساكن. عدد من المغاربه اليوم اللي مجندين ودايرين يد في يد وكيساعدوا الجيش وكيساعدوا يعني المسؤولين، سواء من اجل تصرح الطريق، من اجل انتشال الجثات، من اجل تقديم المساعده. كل شاب وكل شابه وكل امراه، كل تضامن مع كل واحد اصيب اليوم في السبيطار او لا مسكين مجروح او لا مضروب. كل التقدير للمغاربه اليوم اللي لبوا نداء الوطن على مستوى التبرع بالدم. كنت دابا عاد في هاد ديال الدم ديال السويسي، مشيت نأدي حتى انا الواجب الوطني والزوجه ديالنا الكريمه. شفت مشهد يعكس معدن المغاربه. شوفوا اخوتي المغاربه في السويسي هنا من الصبح غير باش توصلك النوبه، يعني واحد الجيش عرام رام ديال المغاربه مساكن، واحد التضامن منقطع النظير. وما هذا بغريب على المغاربه، الناس كيتبرعوا بالدم. وفي هذه المناسبه كنتوجه من هذه القناة ديالكم متواضعة نداء للمواقع ديال اليوتيوب، كنتوجه بنداء للصفحات الاجتماعية المؤثرة، كنتوجه للمواقع، لكل واحد عنده شي منصة يوجه نداء للمغاربة يتبرعوا بالدم. احنا محتاجين للدم. صحيح تلقين التطمينات تما من الأطباء، قالوا لنا على أنه كاين ستوك، لأن خاصها تعرف الدم اللي كتعطى اليوم راه ماشي في البلاصة، راه خصهم يوصل على 4 أيام، كيدوز شي مراحل ومسطرة. كنخدموا دابا بالستوك، الناس بخلاف يتوقع شي واحد ما يخافوش، كاين الدم. كانت واحد القافله دارت في مهديه في الصيف، دارت قافله في مارتير في هذا الصيف، دارت مجهودات والحمد لله، كاين الدم. ولكن من الدم حنا محتاجين له اكثر. علاش؟ لان اي دم كما شرحوا لي الاطباء كيتقسم الى ثلاثه المستويات. كاين الكريات الحمراء الدم، هذا 40 يوم كيتسالى كيتبيريما. كاين الدم ديال 3 ايام، كاين الدم اللي كيبقى العام. لان هذاك ديال 3 ايام كاين اللي كيشوف داك اللي عنده المجاري ولا الدم جاري ولا التخثر وهلم جر. اذا حنا محتاجين للدم دائما ماشي غير دابا. فمناشده من هذا الموقع كاع المواقع والمغاربه تبرعوا بالدم، ما احوجنا الى الدم. وانتم كما كتشوفوا هذا المشهد اللي صورناه من داخل هذا المركز ديال التبرع بالدم، شوفوا المغاربه، شوفوا شحال مساكن. هذا هما المغاربه، هذا هو الشعب العظيم الاصيل اللي مسكين يعني جاء يلبي هذا النداء هذا. خوتي المغاربه، هذه امور ايجابيه من قبل قلت الجيش كيفاش لعب الدور ديالو، بعض المسؤولين، الشعب، ولكن لابد اخوتي المغاربه نسجلوا بعد يعني الملاحظات. بخصوص هناك اشياء يندى لها الجبين، هناك اشياء لا تشرفنا، هناك اشياء تسيء الينا. غنبدا حاجه بحاجه. نبدا بالاعلام، من العيب والعار انا مغربي نخلص الضرائب ونمشي نشوف اخبار بلادي في قنوات دوليه. القنوات الدوليه كتاخذ من صحفي المواطن،
علاش نتوما ما تاخذوش من الصحافي المواطن؟ قنوات مغربية كتمول من المال العام، كانت هاد اللي داير لي إدريس الشقر، هل اللي جايب لي فركوس البارح، هل اللي جايبها لما جر والناس مساكن في الشوارع. شو ديك الصمعة ديال مراكش كيفاش كتمشات والناس يهرولون؟ خرجوا الناس في الرباط، خرجوا الناس في الدار البيضاء، خرجوا الناس في مراكش، خرجوا الناس في قنيطرة، خرجوا الناس في سيدي حيا وهلم جر. وحنا كنا شاهدي عيان، كنت في سيارة البارح أنا والصهر ديالي والمحامي الأستاذ حداش، ديته للدار وتحت وقفنا في السيارة غيهبط الطنوبيلة كتمشي وتجي. اعتقدت أنا غير شي واحد دفع بيا من اللور ولا كيضحك ولا فهمت والو. هبطت كنقلب من اللور شكون دفع ولا ما، لأن ديك اللحظة كانت فإذا بهم بعد كنشوفوا الناس هابطين. عرفنا بأنه زلزال اخوتي المغاربه. تألمت في واحد المستوى ملي مشيت لسيدي حيا نعست تحت لديك السيد قلنا الكيل كانت الخلعه الناس قلنا غير زلزال ضرب عادي. شفنا اخبار في فيسبوك، نشرنا خبر في موقع بديل البارح في اباني انه زلزال ضرب هاش نوقع، ولكن ما توقعناش الكارثه توصل لهذا المستوى. نعسنا فقنا كنلقاو في الاول 600 وشي حاجه ديال الاصابه، من بعد تحولت الى 800. وكان كيصاحب هذا الخبر واحد التصريح قريته في شي قناه شي مسؤول قال لهم كاين مناطق ما قدرناش نوصلوا لهم. عصبني هذا التصريح وقلقنا هذا التصريح لانه ما خصناش نقولوا شي بلايص ما نوصلوش لهم. الدوله عندها امكانات خاصها توصل لجميع الاماكن. صحيح كانت صعوبات لانه تقطع الضوء، من تقطع الضوء على المكان ديال الفاجعه تقطعوا الاتصالات كان صعب يتعرف، وكان الليل الناس ما عارفينش يعني حجم فين، بنادم كيتقطع دوار تقطع عليه الضوء ولا تقطع الكونيكسيون ولا التليفون ما تعرفش غيتوقع. فعادي كاين مشكل اخر ديال الجبال في بعض المناطق، مثلا غير جهه شيشاوه كاين الجبل، الجبل كيتهرس لك بالحجر كيقطع عليك الطريق ما يخليكش تمشي. انتم كتشوفوا الجبال كيفاش تهرسوا كالتراكسات، يعني كان واحد المجهود. ولكن بالمقابل كاين اشياء تستحق من اجلها اليوم وقفه. اولا هذه الفاجعه فضحت بعض المساكن، شوفوا غير المسكن اللي كاين، هالجيش هالخدمه، شوفوا غير الدار اللي حدا هذا الجيش، شوفوا الدار باش مبنيه، كاين الديور ضعاف، كاين ديور مبنيين بالطوب، كاين ديور مساكن الناس بانيين، ماشي شي دار اللي تقدر تقاوم مثل هذه الزلازل. هذا المستوى الاول، وهذا كيساءل عدد من البرامج وعدد من المشاريع وعدد من المبادرات ديال الدوله من قبل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وربط العالم القروي والتأهيل وهلم جر. هذا السؤال الأول. سؤال آخر كيتطرح في هذا السياق ومهم جدا، وأنا اللي قلته هو الهشاشة على مستوى الإعلام. أزمة بحال هذه وضعف كبير في التواصل، ونستقي أخبارنا وواقعنا من القنوات الدولية. مستوى آخر، دابا الجيش دخل، تصور في الوحدة النهار كتقرا في لاماب، دابا حتى هذا الخبر. شوفوا لا ماب الوحده وربع بتعليمات سامي صاحب الجلاله الملك محمد السادس القوات بشكل مستعجل. صور الخبر مشروف الوحده والربع في الواحده وربع، شمن طيب غنعطيو للعالم الا كتبنا دابا ها لا ماب خبر كتقولوا انت حتى الوحده، لان اهم حاجه في التواصل في مثل الاحداث كتنتج لك ولا كتطمئنك كترتاح. صور الناس خارجين في الشوارع وانت كتخرج خبر حتى الوحده ديال النهار عاد كتقول راه كاينه يعني واحد التعليمات. مستوى اخر، وهنا كتوجه بالشكر لعدد من الدول اللي عبرت عن الالم ديالها وتعزاتنا وابدت استعدادها تمكننا يعني من مساعدات. في هذا الشق شنو هو الموقف ديال الدوله المغربيه؟ شنو هو الموقف ديال الحكومه؟ لانه ما يمكنش شي دوله غتساعدك الا ما رخصتيش ليها. وقولوا لنا علاش ما كاينش تواصل؟ واش غتشدوا هاد المساعدات ولا لا؟ هذا امر عادي جدا تقول لنا اش وقع، هذا ماشي شي مساله سريه. الا كانت الجيش المغربي والسلطات المغربيه قاده بهذا الشيء ومحتاجه حتى شي مساعدات خارجيه، ما كاين باس، مزيانه قولوها لنا ايضا. حنا كنلقاو اليوم مساعدات، كنسمعوا مساعدات، عادي راه العالم كيوقع فيه الزلزال، اسبانيا حنا المغرب شحال ساعدنا من دول وقع فيها الكوارث. ولكن كيكون التواصل. قولوا لنا هاد الجاي هاد المساعدات ديال الدول الاجنبيه، حنا كشعب مغربي باغي المعلومه. شنو في هاد اللحظه باغي نعرف الدول قدمت هاد المساعده، ما هو رد الحكومه على هذه المساعدات ولا على هاد النيه ديال المساعدات؟ هل الدوله المغربيه او الحكومه غتقبل اترخص ولا ما غترخصش؟ ولا الدوله راه قاده براسها؟ اذا كانت الدوله قاده براسها في هذا المستوى تقولها لنا.
إذا كانت تلقى مساعدة تقولها لنا عادي وعادي جدا في هذا المستوى. مستوى آخر، واش المغاربة ماشي من العيب والعار أزمة بحال هذه ولا وزير بان تما ولا رئيس حكومة؟ دابا رئيس حكومة المغربية لا مشى لتما، اش غيوقع له؟ بغيت أنا بغيت نفهمها، حيت كاين واحد النقاش في الكواليس راه ما غيمشيش إلا باش خصو تعليمات. هذاك العام قال لك دريج جطو بغى يمشي للحسيمة ردوه من الطيارة تروج تطروج وسط المغاربة هاد الهضرة. أنا كنخرجها هي راه كتروج. أنا هاد الهضرة والله لا دخلتيني في راسي. علاش؟ أنا كنتعامل بشكل واضح. الدستور هو العقد السياسي اللي بين الحاكم وبين المحكوم، هو الدستور. أنا كنتعامل كدولة. الدستور ينتهاك، الدستور حبر على ورق، الدستور غير قوالب، هذه هضرة كيقولها البعض. أنا كرجل اللي كنام أنا كنتعامل بالدستور. اللي دار شي إجراء لفائدة الوطن وفي داخل اختصاصاته ولقى عراقيل ولقى تليفونات، إلا كنعرفو حر وأصيل يخرج يقول للمغاربة العيب والعار عليك هكا غنتقدمو. إلا تقيتي إلا 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 لقيتي عراقيل وما قلتيهاش فأنت شريك، أنت عدو، أنت كذاب. بالكيرا سبق له قال لنا هكا، قالها في الجزيرة، قال لك شي مرة جات لائحة ديال التعيينات فيها الخشونة ما بغاش تردد كذا. الملك ساق الخبر، اتصل به الملك والملك اللي بادر قال له شنو كاينه؟ قال له شوف اي حاجه جاتك مخالفه للدستور من المحيط ديالي ما تعقلش طبق. قالها بالكيره ما قالهاش لينا اخنوش شي واحد. وهذا قاله لجلاله الملك، وساقول شيئا لم اقوله من قبل، قاله لي حتى عن محيطه، قال لي السي بن كيران اذا في شخص واقع في الفساد ولو من محيطي انا لن اتركه. أخنوش مشى عزم أم فاطمة الزهراء المنصوري، مشى وسمح في المغاربة وشي عزم أم الوزيرة الله يرحمها في هذا النهار. ولكن أم الوزيرة مواطنة بحال المواطنات، ماشي نقولوا فاطمة سميتو ما عرفتش كتسمى اللي فتحت، ماشي كنقص منها كل التقدير لديك الأم والتعزية، ولكن باش كيمشي رئيس حكومة واش كيمشي جميع الأمهات؟ واش شنو زعما اللي ومنين مشيتي لتما؟ واش قال لك شي واحد مشيتي خديتي التعليمات كتحرك؟ ما تحركتيش في السعيدية خليتي الناس تما ماتوا بحال اللي مات شي دبانة، ما مشى حتى وزير، ما بان حتى شي مسؤول، ما بنتيش عاوتاني في هذه ديال الزلزال باش نتا حكومة. ياك نتوما قلتوا سيدي عندكم الشعبية صوتوا عليكم كتفرعونا راسنا بالملايين، واه بطل شوف شعبية كذاب. ها فين كانت الإنسان كيمتحن شعبيته؟ ياك نتا حكومة شرعية بصناديق، ياك نتا جيتي من صناديق الانتخابات، إوا خرج هضر مع الناس توريني انا يا واحد من الداخلي كيقول لي مات كذا وكذا، هذه عادي يقولها لي على فيسبوكي وصفحاته ومن بعد تقول لي يا راه الجيش كاين تما، الجيش عادي يكون تما واجب ولا ما الجيش ما عاوناش ما تدخلش وشنو راه الجيش غيتدخل القائد راه تما العامل راه. ولكن اين هو الوزير؟ اين هو الوزير؟ ولا وزير ولا رئيس حكومه. واش هاد الازمه بحال هذه اللي فيها العالم كيهضر وكيغلي، واش غيجي يهضر معايا انا موظف وزارة الداخلية يقول لي عدد القتلى؟ وهادي راه ماشي ديال وزير حتى الداخلية، هادي رئيس الحكومة ولجنة خدي واحد الخلية كتصاوب وتأثر رئيس الحكومة كيشرف عليها. هاد الأزمات ديال كيكون فيها على الأقل 20 بلاغ، وراه دابا خرجوا البلاغ الأول، البلاغ الثاني، البلاغ رقم 4، البلاغ رقم على رأس كل 5 التوالي. هادي راه أرواح المغاربة، هذا راه امتحان قدرات المغاربة، هادي راه صورة البلاد. هنا فين كتبان الدول والأمم؟ قد يكون تما كاين الخدمه والناس ضرب التمار، ولكن ازمه التواصل ما كيعرفوش يسوقوا. تقدر تلقاهم في عين المقطع، تلقى وزير الداخليه، انا ما شفتش انا وزير الداخليه كنعتبره ما شفتوش، ما شفتش اخروش، ولا كنتي تما بان ولا ما كنتيش تما، علاش ما كليش تما؟ انا باغي نشوف المسؤولين الكبار دابا، خصني نشوف رئيس حكومه، نشوف وزير، نشوفوهم مطمئن، كيعطيك واحد الاطمئنان. في الدول الديمقراطيه كيوقع ازمه ساعه ساعتين كيبان لك المسؤول في عين المكان، يكون جالس مع ولاده ولا يكون جالس في السبيطار كيخرج، هذا هو المسؤول. كيعطيك الضرائب كتعيش بها، انت كتعيش بالشعب، الشعب هو اللي كيمول، هو اللي مدور الاقتصاد، هو الشعب المغربي. الشعب اليوم عنده ازمه، عنده حداد، خصني نشوف كاينه في الميدان، ما تواصلش معاه ولا تدوينه. وعباد الله رؤساء الدول جالسين كيدونوا، لا 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 المسؤولين ديال الدول جالسين كيدونوا، ها اللي في القمه العشرين، ها اللي في كذا، ها اللي مشى، ها اللي جا، وحنا ما يبان لك حتى واحد في الميدان. حنا بغينا واحد التضامن اكبر، راه كاين شي حاجه سميتها الحضور، هاكا نشوفك كنحس بيك معايا. هذه راه اهانه للشعب المغربي، هذه راه واحد
الالم اكثر من داك الزلزال. باش انت وزير، باش انت حكومه كتقول تستاهلوا ما احسن، كتقول ياك نتوما كتقولوا حكومه بنتو عاجزين في ازمه السعيديه، عبرتوا على ضعف، عبرتوا على عجز، عبرتوا على قصور، عبرتوا على حس لا وطني في ازمه السعيديه، عبرتوا ان واش تعرفوا واش حنا كنزيدوا القدام ولا كنرجعوا اللور. قارنوا بين حكومه بن كيران وحكومه اخنوش على علات حكومه بن كيران وما لقيناه منها من ويلات صحيح، وعلى الاقل كانت ارحم في قسوتها تجاه. دابا شوفوا هذا مصطفى الخلفي قتلوا لنا الجزائريين واحد السيد في عهد بن كيران، شوفوا خرج الخلفي كيهضر بواحد النبره صوت وواحد الفخامه ديال الصوت، كيحسك بعدا علاش ملي كيهضر كتقول له عندي حكومه تحميني، عندي حكومه كتمثلني. قارنوه مع هذا اليوم، سولوه في المؤتمر الاول هذا بيتات قال لهم مساله ديال القضاء، المره الثانيه ما بقاش يهضر هذيك مساله القضاء والله ما بقى يقولها. شوفوا هذا المشهد، شوفوا الخلفي كيفاش كيهضر. نقله الى مستشفى الفارابي بوجده حيث اعتبر الطاقم الطبي حالته الصحيه بالجد حرجه، وتندد الحكومه المغربيه بقوه بهذا الانتهاك والمس المباشر والغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري. تندد الحكومة المغربية بالجيش، تندد شو الموقف؟ كما تشجب هذا التصرف الغير المسؤول والذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي، وتدين المملكة المغربية. وتدين المملكة، مات واحد مغربي في جهة السعيدية، جهة وجدة، تدين المملكة، اليوم لا تدين جوج ماتوا. هذا التصرف غير المبرر، والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار، ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم. الفاجعة يوم الثلاثاء على قرب من السعيدية، جوج ديال الشبان المغاربة تلفوا في البحر ودخلوا للمياه الجزائرية اللي استقبلتهم بطلقات ديال السلاح وماتوا. الثالث لازال معتقلا عند الجزائريين. ما هي الإجراءات اللي غتقوم بها الحكومة المغربية في هذه القضية؟ وشكرا. السؤال اللي طرحتيه سي شاكير، هذا عادة هذا من القضايا اللي من اختصاص السلطة القضائية. ماشي حشومة. دابا شوف كيفاش كنا، شوف كيفاش ولينا. فين وشوفوا موقف السعيدية كيفاش كان. وشوفوا كيفاش كان الخلفي في الحلو. شوفوا هذه الحكومة هضرت لا في السعيدية ما كتهضر معنا لا في هاد. واش هذه حكومة؟ واش هادو مسؤولين؟ وعباد الله واش الحكومة اللي ما تقدرش توفر مستشفى ولادة وسيارة إسعاف؟ تصور ما قادرش توفر سيارة إسعاف. شوفوا المسيرة ديال الناس هادو خارجين، هاد الشيء البشر اللي كتشوفوا قدامكم مسيرة تما في هاد النواحي باغيين سيارة إسعاف. واش هادي تبهديلة اللي ليومنا هذا اعتصم حي مستشفى وسيارة ولادة سيارة إسعاف؟ واش هادي حكومة؟ واش هادو بشر؟ واش هادو بشر؟ واش هادي حكومة؟ قص على ذلك شحال من منطقة خاصة. البارح كنت باش كنت في سيدي يحيى، والله تتبكي بالدم، والله تتبكي بالدم. ها قنيطرة حداها، غير حداها سيدي يحيى الغرب، الحفر، الشوانط، الشاريونات كيدوزو من تما، الخزي والعار للمسؤولين تما، الخزي والعار. واش ما فيكمش النفس؟ واش ما عندكمش كبدة؟ واش ما اش كطلب من الميزانية؟ ها قولوا لي دخل عليكم والله العلي العظيم. شحال الميزانيه دوك الشوانطي تصح؟ هما خصهم يبقاو ديما الشوانط والحفاري كيبقاو لانهم كيخدموهم بالغش، وخصهم يبقاو باش هذوك هما الارضيه ديال الانتخابات. غنصاوبو غنصاوبو لحيت لا صاوبو الشوانط باش المغربي حياته كلها خصو 10 يتصاوب له حياته كلها باش ما يوصلش الحوايج. هذه بحال الحبس، في الحبس كيديروا لك عوض ما انت تمشي معاهم تناقش لهم بغيت الخلوه الشرعيه، بغيت نكتب، بغيت تليفون. شكي كتبقى تقاتل حياتك كل على صندالة الدخول ديال ميكا كدير 5 دراهم. هذا هو حقوقك في السجن، هي الطابله قلت لك هذه حقوق وما كيعطيك غير هذه.
باش تبقى انت دير اضراب عن الطعام مشيت للكلوه باش تاخذ الصنداله، بغيتي تاخذ دخل الفوطه خصك مشيت للكبده، بغيت وانت غادي تكت باش الحبس كدوز نفس العمليات قحيت كل هذا لاشان. انا كنحشم من كنلقى داك سيدي حيا هكا كنمشي عند نسابي تما والله حتى كنعرق كنحس بالخزي والعار. دخلوا سيدي حيا خوتي عارف سيدي وسط المدينه الشوان طاحتي تبهدل والفلوس واش فلوس ما كاينش واش فلوس ما كاينش. بحال ديك المره هذوك المتقاعدين ديال الجيش شحال هما 200. شوف دابا البشر في هاد البلاد بعضهم كيفاش كيفكروا. هذوك ديال الجيش المتقاعد ديك التبهديله اللي كتبهدلونا وكتسيئوا لكرامتنا وكتسيئوا شهداء المغاربه وكتسيئوا لتاريخ هاد الامه العريقه قدام الام ما كتهزكمش النفس. شحال من جيش تما شحال من عسكري 200 400 اسيدي 2000 متقاعد دوزوا 25 عام ديال الحبس في السجون. شحال 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 ندير لهم شنو هي شحال الميزانيه رصدوا لهم شحال. واش هذيك صعيبه واش هذيك صعيبه صعيبه قولوا لنا واش هذيك صعيبه. كيما دابا مستشفى كيما قلتوا ودار الولاده واسعاف واش هذه صعيبه. بعض المرات حوايج ساعتي شي حوايج كيتحلوا ببساطه فلوس كاين ولكن هما لا كيخليك تمرض خليك تعقد يشوهوك قدام الامم. وملي تخرج تقول هادشي لا انت اللي كتشوه ايه شكون اللي كيصاوب هاد السبيطارات. ها هو دابا راه عندنا صندوق ديال الكوارث ياك كاين خرج داك خرج القانون التنظيمي وكاين المرسوم كان داروا سي سميتو داروا السي العثماني. ها هو المرسوم راه كاينه ها هو خوتي المغاربه شوفوه شوفوه بعينيكم ها هو القانون التنظيمي. اذا هاد الناس الزلازل خصهم يتعوضوا. وهنا كنتوجه لسي طالبي العالمي رئيس مجلس ما كنبغيش نقولوا رئيس مجلس النواب والله ما كتبغي. قال اردوغان قال له هذاك السي طاحت له الليره وسد عليه وكيحقر هو تركيا هو اردوغان. وكان الافتخار بشي نموذج في الشمال في تركيا كنشوفوا النتيجه كيفاش في 2002 المدخل الزعيم والليره كانت فيها الانفلاسيون طايحه ودابا النتيجه ديال الليره كيفاش حالتها والسد على راسه العالم. هذا النموذج اللي كيفتخروا به كيحقر تركيا كاع الحوايج ديالها هنا وسلعتها فينا تركيا ما لقيت حتى شي بياس هذا المغرب. مونا تركي في ما عطيتي راسك ماد ان تركي ماد ان تركي ماد ان ناس خدامه بلادها اقتصادها وشركاتها كذا. قال لك منين طاحوا الزلزال في تركيا شنو قال اردوغان؟ قال لي ملي مشات له شي دار الدوله ستتكلف وتا دابا ها المرسوم ها القانون. هاد الناس اللي مشاو لهم الديور يلا حسي الطالبي العالمي ها التحدي وعوض للناس ديورهم المرسوم عندك وحليتي فمك قد قال على اردوغان. اردوغان راه بنى الديور للزلزال عباد الله ليه وبني الناس ويكون قد فمك قد دراعك يكون قد فمك قد دراعك هنا في كتبان الوطنيه وتخرج العينين وهنا وهبط هبط. انت رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشعب هذاك راه تما راه مات الشعب هبط مات شكون يقول لك في غادي شكون يهضر معاك. انا بغيت عارف غادي رئيس مجلس النواب في غادي ترجع بغيتها خرج قول هنا في تدوينه قول بغيت نمشي ومنعني فلان جاني تليفون نعرفك حر يا وشوف شحال نوقفوا معاك واش المغاربه يوقفوا معاك عاد تحول الى بطل. كنت ما تقدرش تمشي بقاش عندك مشاغلك عندك مصالحك ديالك ما تقدرش تمشي عاوتاني لحقاش كتقول ما عرف يجيني شي تليفون خايف حيت ما كاينش استقلاليه سياسيه ما كاينش. يلا حسي اخنوش انت رئيس حكومه سير ولا منعك شي واحد ولا جاك تليفون عيط كتبها قولها ما تقدرش حيت انت مشربكها اقتصاديا عندك مصالحك مخانقاك ما مساليش لينا جوج تقول اجي مشات لقرع راس ولا مشيت انا لتما حقاش طو داك العام كذا. انا كنقول لك هذه هضره خاويه. انا العقد الذي بيني وبينك الدستور جبدنا الدستور عاد زمت اي عاد الدستور انا نمشي معك نخلي المغاربه عاب اطلال في اقل من ثانيه كذا هو الدستور اللي كيحكم المملكه. اقراوا خوتي المغاربه الله يرحمكم والدين شوفوا الدستور المغربي اش كيقول. ها قول لي يا سيدي الا كان الدستور كيقول شي حاجه من غير هذا الشيء احنا معاك. شوفوا المغاربه خوتي شوفوا الدستور المغربي ماذا يقول. انت ببساطه شديده هذا هو رئيس الحكومه ديال المملكه المغربيه ها حجتك ها حجتك انا نمشي معك وحده بوحده
شوفوا المغاربة اش كيقول الدستور المغربي. يطلع رئيس الحكومه، يطلع رئيس الحكومه الملك على خلاصات مدونه مجلس الحكومه. شوف 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 الصلاحيات اللي عطيك الدستور. يمارس رئيس الحكومه السلطه التنفيذيه ويمكن ان يفوض بعض سلطاته للوزراء، الفصل 90. يرأس رئيس الحكومه مجلس الحكومه ويتداول في السياسه العامه والدوله وعرضها. ما بغيتش نطول لكم النظام العام لرئيس الحكومه اللي طلب عقد مجلس الوزراء. شي رئيس الحكومه شي ذاك المجلس الوزاري اللي كيرأسه الملك اعلى اشو المجلس الوزاري هو كلش. هذاك المجلس الوزاري اللي الملك هو رئيسه، الشخص الوحيد في المغرب اللي ممكن يرأسه بعد الملك هو عز أغنوش. يمكنه لرئيس الحكومه، لرئيس الحكومه يطلب عقد المجلس الوزاري فصل 48 من الدستور ويتداول في التوجهات الاستراتيجيه للسياسه. يمكن رئيس الحكومه بتفويض من الملك يرأس مجلس الوزراء على اساس جدول اعمال محدد، الفصل 8. يمكن رئيس الحكومه بتفويض من الملك ان يرأس المجلس الاعلى للامن، هذا أخنوش. كيعين رئيس الحكومه في الوظائف المدنيه في الادارات العموميه وفي الوظائف الساميه في المؤسسات والمقاولات العامه دون اخلال بالاحكام. يقترح رئيس الحكومه المرشحين للتعيين في المناصب المدنيه. لرئيس الحكومه ان يطلب من الملك اعفاء عضو او اكثر من اعضاء الحكومه. يقدم رئيس الحكومه الاجوبه على الاسئله المتعلقه. وتصوروا اخوتي المغاربه، يعرض رئيس الحكومه حتى تعديل الدستور. يمكن رئيس الحكومه التقدم بطلب من احتقى بشان وهلم جر. عندك الدستور، عندك ما تدوخني. تصور اخنوش ما قدرتيش تكتب تدوينه في صفحتك. تصور رؤساء الدول كيكتبوا تدوينات وتغريدات. العالم الجزائر، الجزائر واخا ما بغيتش نجبد هذا، الجزائر فتحت الجو، الجزائر دارت تعزية وأخنوش ما دارش تعزية. دابا تبون عزانا وأخنوش ما عزاش. قول أخويا لا تألموا. كانوا رؤساء الحكومة السابقين كان العثماني كيكتب تدوينات، ما يكتبش تدوينات بهذا، ما يقدرش، وما يقدرش يدير تدوينة. والحدا وحتقول روحها عباد الله، هذا رئيس حكومة، هذا منصب سنوفروا مليون منصب شغل، وحنا يا نعاودوا التربيه، غنعاودوا لكم التربيه. تعرف تعاود التربيه للمغاربه؟ هذيك السيك شو شي كيهضر لي دير له سبحان ديك اللي عاود التربيه المغاربه اللي ناقصه التربيه، خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. شو بغى يعاود التربيه؟ شوف على جهد وكتب عاد تدوينه. عزينا احنا مكلومين، خرجنا البارح الزنقه بايش مفكورين، الناس مساكن، الناس مخلوعين، الناس رصوا مع بشات وجات، ديور راب والجبل طاح. وراء المغاربه راه هو راس بلاد الوطن. بالمغاربه ما تكونش انت لمن تبيع الغازوا، لمن تبيع افريقيا، انت لمن لي زوطيل ديالك كيدخل لهم، كيدخل مع المغاربه. ايوا هاد المغاربه اليوم ماشي تقول لي راه العامل تما وراه الجيش تما ورئيس حكومه انت اللي انتخبناك بغينا نشوفوك هنا. وملي تمشي ويقول لك شي واحد في غاديه فلان يجيك التليفون وكون سيدي مولاي، حيت الا جيتي وقلتي لنا راه منعوني، غتكون درتي واحد قطعنا اشواط في الديمقراطيه، لحقاش غنفتحوا نقاش على السلطات وعلى التحكم. وحنا ربحنا معاك عهد المعركه ديال التحكم، لا بالكيران ما ربحناش معاه ولا. الناس راه غالطين. من كيران انا واحد المره قلت واحد الهضره والناس ما بغاوش، عقلت وقلت واحد المره وهذه بالاسف اللي داتني للحبس قبل ما نشدها بشي خمس ايام ولا 10 ايام. قلت كنفضل بن كيران على اليوسفي. الناس ما فهموش ابعادها. ماشي كنفضل بن كيران دار الاصلاحات الماديه، لا. حيت بن كيران خلقنا نقاش سياسي، حيت حنا المغاربه محتاجين الما هو مادي، الخبز، الاجور، تصور لنا الطريق، هذا كيدخل في المادي. حنا محتاجين حتى ما هو رمزي، نقاش سياسي بعدا. طابوات يولي عندنا رئيس حكومه كيهضر، بن كيران كان كيهضر، جاب لنا التماسيح والعفاريت وهضر على وكان تيواجه وغتحكموا فيا، كان كيحسسنا حنا، كان كيعطينا ميساج انه كيواجه شي قوه كيتحكم. هذا الخطاب هذا بان رئيس حكومه كيتقاتل علينا. واخا ماديا ضحكوا عليه ولا ما دارش ولا طواط، قولوا اللي بغيتوا. ما دارهاش اليوسفي. اليوسفي دار اجراءات، ما نقولوش حقوقي شي شويه كذا، ولكن كنا كنبغيو ديك بحال اليوسفي مشات 20 فبراير ما هضرش. اليوسفي مثلا من جا الاعتقال السياسي كان باقي حي ما هضرش. خصوصا من خرج قال ديك انقلاب على المنهج الديمقراطي، ولكن من بعد جا 20 فبراير، جات محطات في المغرب كبرى، جات احداث الريف، جات ما هضرش مثلا. جات عدد من الاحداث ما هضرش. الصمت راه عمره ما كان حكمه في المواقف التاريخيه، بالعكس انت مناض والنضال والمواقف تكون عندك 100 عام عندك راه مانديلا ولا الناس حتى كيكونوا كيتلقفوا كيعطيو الموقف كيموت. حيت النضال والموقف ما عندوش علاقه بالعمر ولا بالصحه ولا بالضوء، وما كاينش حاجه كتبرر الصمت اللي هاز القضيه فقلبوه في راسه. باش نكونوا واضحين، واللي صمت كنقول ها كاين مقابل ذاك الصمت شي حاجه، اعطي موقف. فهاد الشيء قبل كيران كان متفوق. خلا خلق خلق نقاش، ما ولاو يتفرجوا في التلفازه، ما ولاو يشوفوا البرلمان، كيعطيهم امان راه كاين شي حاجه ما كيهمش. اليوم كنحسوا ب
الجمود، كنحسوا بالموت. اليوم كنحسوا بأن هذاك المنصب الحكومي أو رئاسة الحكومة للحكومة تسرقت منا. اليوم كنحسوا إحنا شعب بدون حكومة. اليوم كنحسوا براسنا أمام رجال أعمال جاوا يستنزفونا وجاوا ينفذوا، ما عندنا علاقة بهم. والدليل هو هاد محطة الزلازل وهاد السعيدية. إحنا يتامى المغاربة، اليوم إحنا يتامى. هادو حكومة هواد، هادو ماشي محترفين، هادو هواد لا علاقة لهم. هادو جاوا عندهم مصالحهم. يجي ياك نتوما كنتو كتقولوا لنا حكومة ديال العمل ماشي ديال الهضاضر والشفاوي، عقلتوا؟ الحكومات السابقة ضيعنا الوقت في المنابزات والمناوشات وكاين التعدد. اليوم خاصنا الحكومة تكون مشكلة غامل واحد ثلاثة الأحزاب باش يكون الانسجام. وملي غيكون الانسجام حنا حكومة ديال الهضرة، حنا آخرنوش ما كيهضرش بزاف، خرج العمل وكتب عاد تدوينا العمل، دير بعض دويرة جد دابا. أنت ما حكومة شفاوي، ما حكومة عمل، أنت حكومة جمع الأعمال، جمع الأموال. تمشي حكومة ديال الأعمال، تا حكومة جمع الأموال. هذاك ما قدرتش تهضر، ما قدرتش تعبر. أنا عطيتك خلفي هضر، حكومة بن كيران هضرت، تا ما تقدرش تهضر. تا ما عندك أنت لا تشبهنا، أنت لا تشبهنا. ها المغاربة مساكن، شوف المغاربة كيفاش برعوا بالدم اليوم، راه وريتكم. شوفوا شوفوا هالمشاهد، شوفوا تغوص. واخا كاين المشكل ديال المراكز تاع ديال هادشي ديال الدم قليل، بعض السلارة الناس جاو هنا، وهذا النداء كنوجهوا للدولة تفتح المراكز العبادة. شوف المغاربة مثلا، شوف المغاربة كيفاش عاونوا الجيش الشباب تما مساكن. شوف المغاربة اليوم كيفاش في الفيسبوك، شوف صفحات الفيسبوك، شوف تدوينات الفيسبوك، شوف اليوتيوبر، شوف المغاربة. أين أنت؟ واش ناعس ولا؟ أنا كنعتبرك ناعس، ما جيتيش ما شفتكش، خصني نشوفك، إلا ما شفتكش راك ما كاينش. خصني نشوف أنا بعيني أخلوش تما، خصني نشوف بيتي، خصني نشوف وزير الداخلية تما، ماشي نشوف العامل، ماشي نشوف العامل ولا القائد، لا نشوف الوزير ديال الداخلية تما. هذا مصاب جلل، هذا راه ماشي اللعبة اخو، هذا راه الزلزال، هذا راه الجلسة وما عرفش شاتو. وانا ما شفتكمش في الزلزال، فوقاش بقى نشوفكم سالينا؟ وشنو هو اللي اهم منك تجي عندي كوزير داخلية ولا كرئيس حكومة؟ انا بغيت نفهم شنو كيما عطيني شي، عطيني ما جيتيش عندي دابا في بنتيلي في هذه الايام. فخصك نهار ضرب الزلزال مع 11 والمواصلات موجودة وعندكم المركوب، حركوا طياركم، حركوا يلا حبان تما. والعيب والعار عليك، رسالة للشعب ورسالة للعالم. دابا شمن رسالة عطيتو للمغاربة في السعيدية وفي هاد الزلزال؟ عرفتي عكستو بأنه كاين التماسيح والعفاريت. عب وحدكم، وربما انتوما هما التماسيح والعفاريت. دا هو المصيبة الكحلة. خلقوا لنا خطاب تلفونا به، أنا نهضر معاك بالدستور، عندك صلاحية دستورية. صافي، خوتي المغاربة نختم واحد جوج نقيطات باش ما نطولش. واحد، شر والوبال الكبير على المغاربة موين الفلوس لوصول السلطة، انتهى الكلام. الشي مول الفلوس دايما عنده مصالحه، واش عيفكر فيك؟ راه مول الفلوس راه كيتحرك بناء على مصالحه. شي واحد يكون أستاذ جامعي ويكون رئيس حكومة ولا محامي ورئيس حكومة، ماشي بالضرورة يكون مصلح، ماشي بالضرورة يكون وفي، ولكن على الأقل الحدود كتكون كبيرة ديال يكون مزيان. حيت المحامي ولا لك ما عجبكش الحال، عنده مواقف يرجع للمكتب ديالو. هذا لا، هذا داخل مع أصحاب الروينة، داخل هنا باتفاقيات وهنا شراكات وهنا الهواء وهنا هنا الغازوال وهنا التيد وهنا لي زوطيل وهنا مصالحو. كتحك تفكر اكثر من الوطن، كيدير لك كيدير يفكر فيك. اذا اخطر ما كاين في المغرب هما هاد رجال الاعمال وسط السلطه. كان خاص شي حاجه خويا، ما نعرف تقوليش واجب وطني من حقه، لا خصنا نلقاو لها شي حل. مول الفلوس صعيب على البلاد، انا اقتنعت بها. مول الفلوس خطر حقيقي على الدوله، على الدوله. شي نقول لكم واحد القضيه تقدر تجيكم غريبه، والله الذي لا اله الا هو يا حتى مولاي الشكاير خطر على الدوله. شي الدوله غير طرخه شويه، شي كون كان شويه المقاومه، راه واخا كننتقدوا السلطات والداخليه والبوليس والله حتى كيقاوموا واحد الجانب مع مولاي الله، تيدير كل شيء بانتخابات وتزوير ويهرك لك المجالس ويدير كل شيء، حيط والله لا خذ لك شي حاجه. مول الشكار حتى عنده الفلوس، عنده القرطاس، فلوس كتشري دير طريق في البحر، يشيل كثر الموظف ديالك. مول الفلوس خطير جدا، ومول الفلوس دائما كيطلب معايا يزيد كثر، خطر مول الفلوس على البلاد. لانه خسرتو هادو ما عندهمش عقليه ديال يطور البلاد والاستثمار، عنده عقليه يطور عام مقاولته. والدليل هو بحال هاد المحطات الوطنيه، هنا كيبانوا، هنا كيبانوا الناس الوطنيين. واش وطني يا عباد الله ما يكتبش دوينه في صفحته؟ واش هذا رئيس حكومه؟ واش هذا وزارة هاد؟ واش هادو بشار اخوتي؟ والله لا تزكل شي كلمه عليهم، حيدهم. خوتي المغاربه نداء كنجدو بخصوص التبرع بالدم، تبرعوا لخوتكم المغاربه.
تبرعوا. ومرة أخرى تحية للجيش المغربي الحر، وتحية لكل مسؤول، كاين مسؤولين اللي أبلوا البلاء الحسن في هذه الأزمة. الله يحد الباس، الله يرحم هاد الشهداء ديالنا وهاد الضحايا ديالنا، الله يصبر الدوي ديالهم، الله يداوي هاد المرضى اللي تصابوا. شكرا مرة أخرى لكل مغربي، لكل شاب، لكل شابة، لكل فيسبوك، لكل يوتيوبر. شكرا حتى للدول اللي عبرت على النية ديالها. تبغي نقول واحد الكلمة ولكن ماشي وقتها، خلي هذا وقت ديال الضاون مع بعضياتنا. كنشكركم أخوتي وإلى اللقاء.